بالظبط. هلا هم جايين بالمدرعة، انتبهوا. هلا اوه ما راح يدعسني. اتذكر ردة انت رحنا وصل على الاوبجيكتيف الثاني بيت سلايد 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 ما فيش ترسيته. حطيت الخطاط نايس لجونز. في الاي في لهم وين تبعت؟ اجوا اجوا بالاي في. شفت الحركة؟ بعدين هم أكثر منا بس مش مشكلة. الخطة اللي عم أقوى. أتاكر ولا ديفندر أنت؟ براك إحنا ديفندر. عاملين خطة طيب شو خطة؟ ما عندناش خطة. الخطة إني أنا معلق بس. خطة لازم سكواد تطلع على الإيه سكواد تطلع على البي. ما في عندنا سكواد بإيه وبي، إحنا بنعمل ديفنس على كل شيء قاعدين. طب غلط. اجا 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 هياته برا 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 رايح على الرصاص رايح على البيت يا رشاد. ادخل بالسكواد برافو. اجا من ورا بي. عليه سكواد. ادخل بالسكواد برافو يا رشاد. دقيقة يا ابني. شباب شباب على بي ورا. اي خرا لغمه. ايه لغمه. ايه مين عندي على البي؟ فكوا فكوا البي بس ركزوا على علم واحد بس. هاي بندر. ايش هو؟ شكرا. بس هاي بندر قدامي. فيرسس قدامي. فيرسس قدامي. الله يلعب على خرا. يلعب على ايفي. اوكي انا وين ايفي تبعتنا؟ بي اذا دمروها خلص ضعنا. ايوه ده قول ليش حول حال عشان يلعب بالاي في. بقول لك خلاص يعمل ريدبلوي. اسمع السكواد تبع ليجنز انتو كل بي. السكواد اللي مع ليجنز كلهم مع البي. السكواد اللي هم سيزار وباتر وربيع تعالوا عليه. انا مشغول بالدبابة هاي قدام ما بتدربوا على اي مكان. والله غلط خلاص. ما هي خلاص احنا قاعدين نعمل ديفنس هسه. ما هو لعنة حرمي. شو يلا تعالوا ادخلوا تعالوا عملت سبون طلعت قدامها. نازل ميديك كل شوي طلع الخرا ارمي ميديك. لا تخلوا يعمل ديفيوز. لا تخلوا يعمل الله يلعن اختها للاب. كنت انزل ار بي جي يا شباب. ار بي جي خلاص بنموت. انا مش عارف العب. درج درج. خلينا نطلع عليه. خلينا نطلع عليه. خلينا نطلع عليه. سيبوا سيبوا البي. سيبوا البي. سيبوا البي اللي هي قصدي. خلينا نطلع البي. ركز على فلاج واحد. فينا الاي في. مين نازل منها؟ نركز على فلاج واحده. يلا فضل الاي في. بلا تركز بلا هم. هينا قاعدين عم نقضي عليهم. اياتنا اخذنا اي غصب عن اهلهم. واحد عامل سموك. بدي ريبير انا. اعملها بلاند كيف؟ ما عرفتش. ريبير 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 له ريبير. سعودي سعودي عمل لي تدمير. عم جسر هم فوق. واتش اور باك. الله ديفيوز. ال ال في تد. خش عليها ار بي جي شلوا املها. مين حطها بسرعه يا زلمه؟ هلا هو اللي يكون حاطم. هو السيرفر ادمن. لا بس انا اعطاني طلقتين قبل شوي قتلني. كيف عندهم اثنين ال في؟
عن حرم هالشغله. ال اي في هاي يا اخي في ال اي في النا اجي من وراها يا زلمه كيف اسبون علي ربيع و يا شباب كيف عندهم اثنين ان او في هليكوبتر سنايبر يا شباب اللوها ربيع بون سريع باعي مش ما يمونش بلانت بي نركز على فلاج واحد احنا هاي من ورا اجالي روح على يمينك يا ربيع تعملك ريفايف على السريع روح 23 خش عليه تعمل له ديفيوز عملت ديفيوز لالفا انا وانا بي بس كيف صار عندهم اثنين ال اي في هذا هو اللي بساله كل واحد تبعتنا والله من انا هزم رد الليجيتور عملها ارمينج كيف انا اطلع القلبة تلاقي مسخرة ترى سيبوكم من خلينا كلنا بالبيت الليجيتور دامني سليمبون سليمبون شو مسوي فيه شلت بخته من فوق ها نايس نايس بيكون يا اوف 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 ورانا يا زلمه انا عن وقت من اللعبه يا زلمه يلعب لي لاف يا باي اسمع الشاب تخوت كثير اوفر كم اخر مره يلعب معنا والله مزعج هشام قصده غيرنا عشان يستمر عشان يلعب فيها بس لا احنا كنا نلعب في واحد طلع من عندنا مين هذا اللي طلع في واحد طلع من عندنا انا قززني الالي بي يا شباب وانا اكثر كل ار بي جي ما ار بي جي بكبسه حاط لك شوتجن مو عليها زلمه يطلع فوق ايوه اخيرا في ناس ميت يا زلمه باسل ما يموت باسل اللي عنده لاج ايش بنقول 121 بس ان شاء الله تطلع تعيد فاروخ الشير هاي اللف عند التمثال هاي اول هيت عليها اعطوا كمان هيتين بسلام شباب استنوا الدرع لما يروح لا تضربوا على البيت خلص لا لا تنزل منها يا تخلص الحلك يا خذ الثاني واحد في داون الله عليك خذ الثاني بالهيلي زيت بالهيلي في دخل هشام ليش ما حدا اخذها؟ ليش ما اخذتوها؟ الاي في الثاني ول وينها الاي في الثاني؟ هاي في البيت قهر بقعت ار بي جي شباب احنا كان عندنا الاي في وين راحت؟ ما معنى ار بي جي هي هذيك يا زلمه كان معنا طفت عليهم اخذوها كيف اخذوها مين اللي بنط منها يا اخوان والله عندهم اثنين ال اي في بدون سرقه ايه والله عندهم تنتين يا زلمه انا في وحده كانت قبالي النا هاي انا بوحده خلص مشان الله صار جاي هاي فجرت حلو يا الله بس يا شباب تبقى نايس جابوا الهيلي دير بالك الهيلي تبعتهم الهيلي قاعد عم بتطف عليها طلع من وين طلعوا لنا عند البي هم بالضبط بالبي تشيكن على البي اللي بالال اي بي اقتل اللي على البي ذبحته في واحد ثاني أيوة عند البي chicken. عند البي انا خايف شغال عليها فلانك من وراي بي انا هياتني قاعد عم بحمي انا عم بحمي قاعد اللي بي 22 يا الله الال اي بي من برا تعال
دقيقة. ما قدرتش اجيبها شيت. راح شاري جونز. مرة ثانية من برا. اجت ال ال اي بي تاعتهم. يا حبيبي. اخ. انتوا حميتوا يعني بتحموا الفلانك اللي ورا؟ ولا بس لحالي؟ تكتلت واحد. ايش اوه كثير ثلاث. انا جاي من وراهم. وحش يا وليد. يقدر يعمل ريفايف يعمل لي. شوف الهيلي جاية. الهيلي واحد يمسك شادي. هاي دخلت الله. قتلته. نايس. فيرسس فيرسس داخل عبيد. فيرسس داخل عبيد. اللاب يجت اللاب يجت. بدي استنى اللاب تعيد نرس من فيها. يا زلمه مش قادر اقتله هذا الليجيتور يلعن حرم الشكل. وفي واحد عميل فلانك من ورا. مركز في الماب انا بس لبرا. والله مش مركز. ليش بيفتح طيب من هذا؟ وحوش وحوش وحوش. واحد وراي 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 عند البي عند البي. عندهم اثنين على البي من ورا. لما كيف بوصل بسرعة زيك؟ انا رايح انا يد مدك يد مدك. اجت الالي بي تاعتهم. اوكي اوكي ما تضرب. اوكي. ضربتها. اوكي. ضربتها. فيلد ان اكشن. اي ثاني مرة عندهم اثنين ال اي بي. دير بالك تحوط تحوط. كيف عندهم اثنين ال اي بي؟ فجرة تعيد. لا لا هو ما عادي عندهم اثنين ال اي بي. الله تغطى. هليكوبتر اجت. شباب الهليكوبتر اجت. وشاد يمسك ستنجر ها؟ فاش. اصلا عن عرض الشغله يا زلمه. That was cool. لو عرفت ايش اسوي بالهليكوبتر. واحد جوا البي في البي في البي يا شباب. ضربته على التيل. اثنين اثنين. يلا مش ضايل شيء يا شباب يلا يلا. البي طيب ايوه. قتلتوهم؟ سموك بالسموك امه. دخلوا على البي. بدي مساعدة باللاف ها؟ قتلتهم اثنين. على الاقل لي ار بي جي. هسه احاول عندهم اثنين لاب كيف عندهم اثنين لاب والله يا جو وضعك صعب الاي في هذا اللي بحكي يا باطر صار لي ساعه حساب اللي عملت له لو واحد ساعه كيف عندهم اثنين لاب يا يضرب فين صار عندهم ثلاث عندهم اثنين لاب انا معي لاب عندهم واحده ثانيه انا عندهم اثنين لاب يا عندهم رسم هيك هيك اللعبه عندهم اثنين لاب ايوه قال الاخ فيها قدرني لقيته اللاف هذا والله طلع من اسمع اللاف هاي مسخره ما عمره كان اثنين فجرت واحده فجرت واحده الرش ولا عمره كان عنده اثنين ال اي في هذا قول يقول لاف وده عن وجهك ظلناهم 60 كل ترى بس كثير الكل موكا المبدا مشكل لحاله ايش 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 ارفع الجسر هاي شايف الكبسه الحمراء اللي هون روح الهيلي تبعتهم طيب شو وضعها؟ هلا متى هلا اصبر حكيت لك يا زمليان شباب شباب ارجع لا لا باتر تعال باتر باتر تعال وين وين هون هنا عند ال البي اي ايه. تعال اوكي انا جاي لعندك بس مطول الطريق علي شيت 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 عم بطخ علي الهليكوبتر مش مشكله قدر اجيب اسمع روح على البناء روح على البناء كلكم للهيلي انا ما معيش سينجر انا معي هاند اشتغل في صد دراج عندي وين هي الليجيتور السعودي الليجيتور تيم لسه ما وصل وراك وراك جو وراك بتفل من هون بتفل من هون لحالي بقدرش ايوه حلو 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 ادخلوا جوا المباني ادخلوا جوا المباني تخبوا لا تضلكوا برا
اللاب الثاني اجتني واحد يمسك ار بي جي. اللاب الثاني اجتك. لا شغل الليزر كان ضربته. راح اجنن لك اللاب بس شوي. حشرني الاثنين. بدك تلوم والله ايش بدك. راحت راحت واحد من ورا يا رجل. عم بدعس عليه مش قادر. اكثر امي رجل مش طبيعي. وين يا زيد؟ اللاب عم كذا مره زتيت عليه قنبله عم بتزحلق عنه. الجرينيز ما بتفقع لاف يا ايه؟ ليش انت جرينيز ما بتفقع لاف؟ ايوه ايوه ثلاث قنابل لاب زتيت عليها. شو اسمها مش جرينيت؟ شو سي 4 شفته حاط ماين. زحلقت عنها. زحلقت كلمة زحلقت. زحلقت زحلقت. لا انا شفته لما حطهن. حطيتها ثلاثة مش واحد. وشفتهم بزحلقوا عنها. الليجاتور يا زلمة يقتلني طلقتين. ليش؟ معنا سنايبر ما. جو معاي اللاب اذا بدك تعيش سبون تعمل اعمل سبون علي. انا عايش خلص العب فيه العب فيه. اللاب زيكم. يا رجل هلكوني باللابس تاعينهم هذول بالطياره. اسمع لان واحد لعب الرش ولا عمره كان فيه هيلي على فكره. لا في كان طول عمرها واحد ما كانوا اثنين. يعني بده يحط هيلي بده يحط هيلي ثانيه. يعني حط 2000 يحط 2000 في مزبوط. مش في حل غير طيران. اللي يقدر يضرب اللعيب يضربوه يضربوه. ضايل فيها 20. نروح من الاي اطلع فوق عند الاي. نايس الله عليك. في واحد على الارض. من مات هذا؟ ريب نزار. انتبه هليكوبتر فوقيك. ليش يجيك الار بي جي؟ ترى الار بي جي غبي. الار بي جي غبي تلعب اس ام اي دبليو. ديت ضايل له بزقه وبيموت. حلو واحد يطلع فوق الايه. الار بي جي تركها. ليش؟ في حدا فوق الايه. في حدا فوق الايه. فوق الايه. ثلاث دخلوا. تبعين الار بي جي. نزلت الهيلي. نزلوا من الهيلي. واحد بس في اثنين. في اثنين عند الايه. خلي لغم. تعالوا تلغمون. ثانك يو. ارمي ارمي. وين في صوت رجال صح؟ دخل جوا السموك بتلاقيه. ليجن عندك ما اخذت الكت تبع واحد طلع لي بيكون. بيكون يا ربي. حط بيكون يا باتر. وراي حطيت بيكون عند بي. واحد عند البي. طيب اوكي بتاع. ماشي عند الايه يا شباب. الايه قتلت فيرسوس شباب عند بي. الايه يا شباب مين فيها بالبي؟ اوه دي نايس. ام ايه دبليو عم بياخذوا الايه. الايه عم بيلعبوا بيها. تشيكن قتلنا. في صوت على الاي في. ذبحته جول. الاي في ساعتنا موجوده يا اخي باتل. ليش تشتغل وحده؟ هيلي واثنين لف. افيدكم جوا احسن ما اموت برا. اوكي اي فضل. اي بس ضايل تشيكن. بس ضايل تشيكن. خلاص راحت. لا ما تروح دقيقة يا ليجنز دخلوا عليك. عملت لها ديفيوز بطل. خرا الالي في دبتهم يا شباب. اثنين الالي في يا رجل عندهم هلكوني. انا ما دمرت تحت غير الاي بي. باتر يلا حاول ساعدنا يا رجل. اثنين نازلين فيا. يعني انا مش مخليني اتنفس. واحد وطياره. الطيار شاهد الكثافه. تفضل. وين الهليكوبتر؟ بس ارجع لها. انا طالع هليكوبتر والاي بي تنتين. اعمل سبوت هليكوبتر يا شباب. كمان ضربه بتموت. كمان ضربه بتموت الاي بي. الاي قاعدين بدهم ياخذوها. يعني ما بصعب تلعب فيها في الجت. ليش حاطين الجت لنا؟ السعودي عند الايه.
اطلع على اي حفر. فيزا فيزا وين بدك يعني احط البيكون عند هي وين؟ نايت ليل عن رومي كل شيء طبيعي. الله يحرى طعني طعني ورا الكاشير هذا لازم 70 لسه تحيل تخلص نقدر تنتين ضل واحد على الارض نايم على الارض يلا يلا يا سيزر روح طبعا مني فاسد واحد اهي مدخل دخل دخلوا دخلوا على الغرفة دخلوا على الغرفة واحد روح يوصل يا ريت بس واحد يروح هلا ايش اسمه يمسك الهاي البام لاني انا ميت واحد لطشني بروكت لانشر نات نايس يا جو على المبنى من فوق يا زلمه انا الهيلي كيف تضربني وانا جوا عند البوم معيش ايمو يا رجل في عندهم ايش ترى اسرق اسرق كت اسرق كت من اي واحد ميت هيا لقيتها تسليم من فوق هي بيجي من فوق كان عندهم بيكون ذبحته 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 هذا انا قاتله جيمر يا الله مش طبيعي ايه اثنين له تو له من تحت ايوه نايس نايس الهيلي الهيلي خذ الهيلي اخذت الهيلي هيلي هيلي مين اخذ الهيلي شيت حد ينزل منها ان شاء الله ورك حدا نزل منها واحد ثاني يعني ركب فيها مين هذا اللوح؟ كان اعطيتني اياها يا رجل ما قدرتش ما وصلت لعنده غير كنت ميت شباب ال ايه يلا بس عندهم سبون بويكون على فكره فوقنا سامحها للعن بس ندع حالي وين اللي قتلك يا جول؟ عند الدرج الامتار بيشيل من اخر الدنيا مستحيل يا زلمه مش طبيعي يا زلمه انا بقهرني اكثر شيء لما يجي يستخدم هاي الاي في نعم خرا طلع عن ام عندهم بيكون هون عندهم بيكون ورا عند الدرج اها افجرتها يا جول فجرتها الله بس بيكون يلا الاي في برا قاعد عم بطلع هاي الاي في هاي اللي برا هلكت سماي عن جد وين زلم اسمه على الدرج روح وراكم راح وين يا اخوان ليه راح خلاص خسرنا الدرج اللي ورا ما قدرت عليه خلاص خسرنا طلعوا اربعه بالله عليك ايش قاعد بتعمل يا عم نزلت عندي قاعد بلغم فيها و بلغم فيها ما تفجرت شو اسوي هاي تفجرت حرام تانك الاي في ثنتين وخرا هلي بتخوف يا زلمه